من حقك انك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، بنقدم فننا المصري. انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا. شيء عظيم ان الفنان يبقى له جمهور في كل الدول. شيء عظيم ان انا اخرج اتصور مع شاب سعودي، اتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم ان انا مصري. انا بشرف بلدي. كنت بحاول بساعد مع حضراتكم عشان انتوا الاهم، ان انا اخفف عن الراجل اللي انقذ موقف وكان راجل قدها، اسمه محمد عمر. انا فنان مصري وليا الشرف. جيت المملكة العربية السعودية وليه الشرف. كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم. احنا بنتعب بنشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك. لو الموضوع كده يبقى في فنانين من ايامنا دي بالرحاني الغايب محمد انور المفروض ينتحروا. احنا بنقدم فن. تحياتي لحضراتكم يا فندم، انا اسف. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.